السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ صالح، ربنا يبارك في عمرك يا رب، يحفظك وينولك زيارة الكعبة الشريفة يا رب، يا رب ينولها لك يا رب عن قريب بإذن الله، وتكون هنا قريب قدام الكعبة وفي مسجد الرسول في الروضة الشريفة. ربنا يا رب يكتبها لك عن قريب ويصلح لك حالك يا رب، ويبارك لك في ابنك ويوسع رزقك يا رب، ويجعلك من المستورين في الدنيا والآخرة، ويشفيك ويعافيك ويعفو عنك. اللهم أمين يا رب. أستاذ صالح للرياضيات، أحسن أخ في الدنيا، ربنا يبارك فيك يا رب، يا رب يكرمك ويصلح حالك يا رب ويبارك فيك يا رب، يا رب يكرمك إن شاء الله وتكون من زوار الكعبة الشريفة بإذن الله. اللهم أمين يا رب العالمين. بلغت الرسول عليه الصلاة والسلام سلامكم، ودعيته هناك في الروضة الشريفة ان تكونوا من زوار المسجد النبوي، وان شاء الله ربنا يكتبها لك يا استاذ صالح يا رب. اللهم امين يا رب، اللهم امين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.